مجموعة شانيل هنا في قلب هامبورغ. يعتبر عرض ميتيير داغ السنوي أبرز حدث للموضة في ختام هذا العام. بالنسبة لكارل لاغارفيلد هو الحدث الأبرز على المستوى الشخصي، فلأول مرة يقدم تصاميمه لشانيل في هامبورغ. قاعة إلب في الهارموني الكبيرة تحولت إلى منصة. إنها موسيقى جميلة ومريحة ومتوازنة، والمقاعد كبيرة والقاعة رائعة. أنا معجبة بجمال وسلاسة ترابط العناصر الفردية، كل التفاصيل مليئة بالعواطف، وأجد أن هذا ممتاز. بالنسبة لي كان ذلك مشحونا بالأحاسيس، حتى قصة كارل لاغرفيلد كانت مرئية ومحسوسة، ومن خلال ذلك لا تعبر كلمة عاطفية عن الموقف تماما. نجمة هوليوود كريستين ستيوارت وتيلدا سوينتون أو أيقونة الموضة ليلي غوز ديب أسماء رهن إشارة دعوة شانيل. وبالطبع يوجد زبائن مرموقون من كافة أنحاء العالم. 2100 ضيف سيكونون هذا العام في ميناء هامبورغ الذي يجسد عالم الثلاثينيات. بحارات وبحارة يعبرون عن تلك الأجواء حاضرون في هذا المعرض. دار إلب في الهارموني تعتبر رمزاً جديداً لهامبورغ، وفي مطلع هذا العام افتتحت للعروض الموسيقية. الأساس هو مستودع قديم يقع مباشرة في ميناء المدينة. ولد كارل لاغرفيلد في هامبورغ عام 33، وفي بداية العشرينات من عمره انتقل إلى باريس وعمل في دور أزياء عديدة، وأصبح من المصممين الناجحين. تعاقد مع شانيل عام 1983 معيدا إلى هذه العلامة التقليدية مجدها القديم. تحتل مجموعة ميتيير داغ موقعا خاصا وتصمم سنويا منذ 2002، وتعرض في مدن مختلفة، مثلا في بومبي عام 2011، ودالاس عام 2013، وفي روما عام 2015. يتركز الاهتمام في صنعة الأزياء كحرفة، حيث يعد كل جزء منها في مصنع باريسي صغير. يعرف كارل لاغرفيلد بحبه للتفاصيل والعمل اليدوي والرفاهية، ولا يزال هذا المصمم ثمانيني العمر يصمم كل جزء من المجموعة بنفسه، أمر ليس شائعا في عالم الموضة، وهو لا يريد التحدث في هذا الموضوع. إنه قدوة عظيمة لنا بخصوص الاستمرار، لأن ذلك يحافظ على روح الشباب، وهذا ما يمكننا تعلمه منه. هو لا يقول لا أبداً ويتقدم إلى الأمام دوماً، ومنذ الآن يتحدث عن العام القادم. عرض ميتيير داغ في إلب فيلارموني في هامبورغ. بالنسبة إلى كارل لاغرفيلد تغلق الدائرة هنا، لكن ملك الأزياء هذا ينسحب الليلة ليكرس نفسه لمجموعة العام القادم.